ماذا اخترت الدائرة الخامسة على الرغم أنك أبدي من أبناء الدائرة الثلاثة؟ الدائرة الثالثة كانت الدائرة الخامسة كانت دائرتي من زمان، أنا من سكان الدائرة الخامسة ومن سنة الثمانينات وأنا ساكن بالدائرة الخامسة، والحمد لله واشتغلت في هذه الدائرة، وإن شاء الله تكون من الدوائر اللي أنا اخترتها وإن شاء الله اتوافق فيها خدمة اهل الكويت فيها. طيب اللي يعرفك ما شاء الله يعني يعرف انك قريب من العمل السياسي داخل المجلس. نعم صحيح. بالعكس خبرة اللي خذيناها من المجلس ثم كثير قوانين كثيرة عرفنا فيها، تكلمنا في امور ثانيه، والله يوفقنا ان شاء الله نخدم الوطن والمواطن من خلال اللي عملناه ايام مجلس الأمة، والله يوفق الجميع ان شاء الله. الله يطول عمرك، واحنا تواجدنا لخدمة الوطن. الكويت اهم من كل شيء، احنا زايلين لكن الكويت باغية، واتمنى اي مرشح ياتي يطبق البرنامج الانتخابي ماله، مش بس يتكلم بعدها يوصل مجلس الأمة ينسى الوطن والمواطن ويفكر في مصالحه الشخصيه. اتمنى من كل قلبي انه فعلا نحسن الاختيار هذه السنه ونشوف خطاب صاحب السمو ومتمثل كان في ولي العهد الله يطول بعمره اختياره الاصلح، وان شاء الله الشعب الكويتي قادر انه يطلع المصلحين لهذا الوطن.